السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشتغل على ريفت لايف. ريفت لايف يعني ريفت اونلاين. فانت محتاج ان انت تسطب البرنامج ريفت عندك، ويبقى عندك حساب اكونت على اوتوديسك، تعمل ساين ان، وبعد كده تروح للادرس هتلاقي عندك جو لايف. فهو بيبدأ يرفع الموديل بتاعك على السيرفر، وبعد كده تقدر تشتغل عليه هناك. بيقول لي سايف المشروع، هو ده جزء صغير من المشروع اللي شغال عليه. اقول له دوت اوكي، سيف يس. بعد كده هاجي هنا اقول له جو لايف بعد ما عملت سيف. وبعد كده عايز الفيو ولا كل الفيوهات، هو برسبكتيف فيوز تمام زي ما حابب. داونلود تو، لو بتعمل داونلود هيعمل داونلود لاي مكان اهو. اقول له جو، هيبدا ياخد المود دوت ويفتحه لي على اوتوديسك ريفت لايف او ابلودنج ويتنج بريبيرنج. جهاز لي بعد كده يبدا يحمله لي، بقول له انا موافق عليها انت عايز ازاي ابلودنج اهوت. دلوقتي بعد ما اتحمل ممكن اقول له لوكيت عشان اشوف المكان اللي نزل فيه ملف، او اقول له اوبن يبدا يفتح لي الملف دوت. بيقول لي اقفل بليس كلوز الديسك لايف، استنى ثواني. طيب هو في ديسك لايف اهو، قفلناه. خلينا نقفل المشروع ده برضه. هو ساعات بيبقى معلق في الرامات. بعد ما تقفله بيفضل كام ثانية كده معانا، هيبدأ يفتح لي اوتوديسك لايف. في شوية مزايا كويسة جدا في اوتوديسك لايف، تقدر تشغل في ار، تقدر تعمل رندر كويس فيه. فيبدأ يحمله لك بالشكل دوت. أنا وطت الموديل، تقدر بقى تشغل أوربت، تقدر تقول له أوربت جو، تقدر تقول له أنا عايز أعمل فلاي. بتحدد المكان اللي أنت عايز تروح فيه، ومفيد لما تكون شغال في فيرتشوال رياليتي كده جدا. فلاي ممكن نتحكم شوية في الشمس. من خلال الأسم اللي هي W تقدر تتقدم لقدام، و A تروح شمال، و S تقدر تتحكم فيه. لو عندك أكتر من فيو تقدر تتنقل بينهم. فإن شاء الله في الدروس الجاية هنبدأ نتكلم أكتر على ريفت فيو، ونتكلم عن الفيجوال رياليتي والحاجات دي كلها. فيا ريت تشترك في قناة بيم أريبيا وتفعل التنبيهات، ولو عجبك أي فيديو ابقى اعمل له شير.